معروف ان تكوين فكر الاطفال من الامور المهمه والصعبه جدا، يعني كمان مش بس كده، لا ده الاصعب، اننا بقى لازم نخاطبهم بطريقه تناسبهم ويستوعبوها. ودي الخطوه اللي انتبه ليها الازهر الشريف، وتحديدا المنظمه العالميه لخريجي الازهر الشريف اللي اطلقت مجله نور للطفل. وبدورها المجله دي قدرت ان هي تختار موضوعات مهمه جدا وحيويه، حاجات كده مليانه قيم وبتعبر عن اخلاقنا الجميله. ومن بين برضو الموضوعات المهمه قوي ازاي ان الطفل يتعامل مع اصدقائه بقى من ذوي الهمم. هنعرف تفاصيل المجلة والموضوع ده تحديدا والقيم اللي استهدفوها في القصة دي. بس طبعا خلونا في البداية ان احنا نرحب بالاستاذ عبد المنعم حسين، نائب رئيس تحرير مجلة نور. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني جميل جدا، احنا واحنا صغيرين دايما تلاقي يعني وعينا كده بيتشكل وثقافتنا كانت بتتشكل من حاجات اللي احنا دايما كنا بنقراها بنسمعها. بس المجلات كانت الحقيقه بتسبب لينا حاجه كبيره قوي في حياتنا طبعا، لانها بتخاطب عقلنا من واحنا صغيرين. فجميل ان احنا في الجيل الانترنت وجيل التكنولوجيا دي لا برضو لسه مهتمين بالمجلات ومهتمين بمخاطبه الطفل بفكره ان انت لازم تقرا وتتعلم وتثقف نفسك بالقرايه. مجله نور مجله الحقيقه رائعه، فيها موضوعات بتمس شكرا. الواقع فعلا. بس انا عايزه بقى من حضرتك تقول طبعا للساده المشاهدين، تكلمنا عن مجله نور، بدايتها يعني قصه المجله. المجله بدات في سنه 2015. فكرتها ان احنا يعني عايزين نعمل مجله او حاجه تهتم بالهويه المصريه والعربيه وتقدر تحتوي اطفالنا يعني صح. وتهتم بقى بالتعايش كمان في شويه قيم كده كان لازم نعمل عليها ضغط شويه صح. انها ترجع تاني، التعايش، حب الوطن، التعامل مع بعض ازاي، اقبل الاختلاف ازاي. أيوة. كل ده كان مهم جدا صح. ولذلك ركزنا على برضو تصحيح بعض المفاهيم اللي كانت للأسف بتسود بالخطأ عن الإسلام وعن العادات بتاعتنا والكلام ده كله صحيح. فكان لازم يبقى فيه الفكرة موجودة. والحمد لله يعني فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب طبعاً. كان على طول مع المبادرة وبدأنا في إصدار المجلة في 2015. جميل جدا. طب يعني كده أهم الموضوعات اللي المجلة بتركز عليها نقدر نقول إن هي مجتمعية، ثقافية، قيم، دين برضو، أخلاق، يعني الموضوعات اللي بتحبوا إن أنتوا تركزوا عليها قوي في المجلة. والله كل حاجة. كل حاجة. كل متنوعة. حاجة. يعني متنوعة. إحنا بنحب دايما طبعا يبقى في طبعا الطفل ما بيحبش الشيء المباشر يعني. صحيح. لكن خالص. فاحنا بنحب دايما ان يبقى في طبعا توعية بحاجات معينة. في ترسيخ لأفكار معينة دي دايما بتبقى متواجدة في كل عدد. في نفس الوقت في التسلية، في انه ياخد معلومة خفيفة وظريفة، يلعب لعبة، كل ده موجود، يعمل حاجة بإيده، يصنع، يعني احنا اصنع بنفسك دباب ثابت. ازاي يعمل يعني احنا يعني العدد القادم ان شاء الله عايز يعمل كارت معايدة لمامته لزميله لاي صحيح. حد ازاي يعمله بطريقة بسيطة جدا من الخامات الموجودة. دايما بنعلمه يستخدم الخامات الموجودة في البيت ويعملها. فدي دي حاجات بره بقى، ان حتى انه لا دي حاجات ليه هو شخصيا صحيح. فالمجلة بتشمل كل شيء. حلو. مناسبة لأي سن برضه يا استاذ عبد المنعم؟ والله احنا عندنا مجلتين. تمام. الاثنين بيصدروا كل شهر. في نور الصغير دي من سن 3 لسن 6 ما قبل القراءة، لان احنا برضه لقينا ان الطفل في السن ده ما هو محتاج، يعني محتاج يتعلم ازاي هيقرا، ازاي ننمي خياله، ازاي نساعد شويه في التربيه في انه يتعلم ارقام حروف حاجات بسيطه جدا. فدي من 3 ل 6. جميل. وفي بعد كده من 7 ل 18 هي مجله نور. بتشمل السن من 7 ل 18، يعني في خلال المراحل العمريه دي هيلاقي كل سن هيلاقي اللي يناسبه فيها.